تتبنى أو يتبنى قطاع التربية سياسات داعمة لدمج الأطفال ذوي اضطراب التوحد في النظام التعليمي العادي، من بينها فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية لذوي اضطراب التوحد المتوسط بالتعاون مع قطاع الضمان الاجتماعي أو التضامن الوطني أقول وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، وإدماج ذوي الاضطراب الخفيف بالأقسام العادية. وبهذا الصدد نظمت الجمعية العلمية لاضطراب التوحد بالمدية وبتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة يوما دراسيا تحت عنوان تمدرس أفراد التوحد بين المأمول والمعمول، التغطية للزميل أمير رباح. راح يقول بلك في هذا عنده اضطراب معين، نقدروا نقولوا اننا نسيناها، نقدروا نقولوا اننا نكفوا جيد لهذه الفئه وندمجوها في المجتمع. نظمنا يوم دراسي مع مديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق أيضا مع مديرية التضامن، مديرية الصحة ومديرية التربية لولاية المدية حول تمدرس أطفال التوحد بين المأمول والمعمول. حاولنا في هذا اليوم الدراسي أن نركز على بعض النقاط حول تمدرس الطفل التوحدي من التشخيص حتى دخوله إلى المدرسة. استدعينا أخصائيين وأطباء في الميدان يعني ويحاولوا يعني باش يفهموا ولا باش يوصلوا الرسالة تاعهم للمسؤولين وللأخصائيين بالتكفل بهذا الفئة. بدعوة كريمة من الجمعية الولائية لاضطراب التوحد لولاية المدية، ذلك للإشراف على فعالية الورشات التفاعلية الخاصة بالتشخيص وتقنيات علاج اضطراب طفل التوحد. هي فرصة أيضا للتفاعل مع الأولياء لرفع أيضا مختلف انشغالاتهم واقتراحاتهم حول الرعاية والمتابعة النفسية المطلوبة. وما يجب الإشارة إليه أن هذه الشريحة من الأطفال كغيرهم من أطفال المجتمع وجب مرافقتهم نفسيا واجتماعيا وضمان لهم حق التمدرس، وهذا ما يأمل إليه الأولياء من خلال تدخلاتهم في هذه الورشات التفاعلية المخصصة لموضوع اضطراب طيف التوحد. إن سمح لي أولياء التوحد بتكلمي ولو بالنيابة عنهم لأنهم ربما لم يحضروا هذا اللقاء أو هذا اليوم الدراسي الذي بدورنا نشكر كل من ساهم في هذا اليوم الدراسي، وهي لفتة عظيمة يعني وجيدة بالنسبة للمدية وللتمدية في التوحد، حيث أننا رأينا في المدة الأخيرة يعني مدة عامين أو ثلاثة أو حتى منذ قبل الكورونا ركود ملحوظ في التعامل مع التوحد والأيام الدراسية وخاصة ورشات العمل في التوحد التي نراها منعدمة والتي هي الجدوى الوحيدة والأساسية التي تنفع الطفل في المرتبة الأولى ثم أولياء التوحد. أي يوم دراسي أو أي ورشة عمل أو أي مقرر أو تقرير أو ما يعطيه الروح هو التنفيذ لما ينفع الطفل، وهذا ما نرجوه إن شاء الله مستقبلا. ونحن نعلم أن نحن في بداية الطريق مع التعامل مع التوحد، ولكن إن شاء الله هو طريق صعب ولكن ليس مستحيل.